كيف لاحظتوا ان من خلال هذا المركز ديال المستوى الثاني اللي كيتوفر عليه خدمات جد متطوره تمت الانطلاقه ديال الخدمات ديال 7 ديال المراكز اخرى بالنسبه للساقيه الحمراء وبالنسبه لمدينه العيون وكذلك بالنسبه للطرفيه اضافه على النشاط ديال الصباح ديال مدينه بوجدور. فهذه كلها خدمات داخله في التاهيل للقطاع الصحه اللي كتقرب الخدمات بواحد الجوده جد متميزه لان كيتوفر على نظام معلوماتي متطور اللي كيعطي الحق للمريض انه يتوفر على الملف الطبي اللي كيمكن له من خلاله يكون واحد الاستمراريه في العلاج وكذلك حتى يكون عندنا المسار ديالو العلاجي والصحي ويمكن له يدلي به على المستوى الترابي المحلي او كذلك على المستوى الوطني لان المواطن المغربي يمكن له يتعالج في مكان في البلاد. ولاحظت كذلك من خلال هذا التاهيل هذا ما بقاش الفرق ما بين القطاع المجال الحضري والمجال القروي، الحمد لله نفس المواصفات نفس الجوده نفس المعدات، وهذا باش نركزوا ونكرسوا كذلك ذاك الثقه اللي كاينه في المرفق العمومي ونقرب تقريبا هذه الخدمات ونردوا كذلك المفهوم ديال السبيطار ديال الحومه اللي من خلاله ان الشغيله الصحيه كتكون قريبه جدا واكثر للساكنه باش كتعرف المشاكل الاجتماعيه ديالها قبل ما تعرف كذلك المشاكل الصحيه ديالها. وفي هذا التقارب هذا ربما غادي يمكننا نتغلبوا على جميع المشاكل وكذلك غادي نوليو 80% ديال الناس اللي كانوا كيمشيو للمستعجلات وهما ماشي مستعجلات حقيقيه غيقدر يبداو يتعالجوا في مراكز القرب ديالهم. كيشتو اليوم الحمد لله لا وزارة الصحة ولا المجلس البلدي للمرسى كانوا عند تطلعات الساكنة اللي هو واحد المركز اللي كيتوفر على جميع المرافق اللي كتهم المواطن وخصوصا الأم والطفل. وكيف شتو الحمد لله المرافق لا من مرفق الأطفال الخدج ولا وأهم شيء كان اليوم والمكتسب الحقيقي اللي كان اعتبره لأن حققناه هو دار الأمومة اللي الحمد لله اللي هي تعود المرأة من ناحية الولادة ومن ناحية تتبع الحمل ومن ناحية تتبع كذلك حتى صحة الطفل. نتمنى على أن نكونوا عن تطلعات الساكنة، نتمنى كذلك على أن تكون هناك مستشفيات أخرى من غير مراكز. أولا وقبل كل شيء كمنتخب وممثل للساكنة المحلية نثمنوا ونشكروا جلالة الملك محمد السادس الله ينصره على هذه الالتفاتة وهذا المشروع العملاق المشروع الضخم في مجال الصحي. بطبيعة الحال المدينة في أمس الحاجة لهذا النوع من الخدمات وهذا النوع من يعني تقريب الأمور الصحية من المواطن. Tous les examens. Très bien. Tout faire. On compte les méthodes génotypes.